التليفون استاذ احمد، صباح الخير. صباح الفل والورد والياسمين على حضرتك. على حضرتك كمان صباح الخير. ربنا يخليك. انا احمد محمد. اهلا 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 اهلا. ايه الرسائل الجميله دي؟ ربنا يخليك يا دكتوره، ده اقل حاجه والله. انا والله اسعدتني، اتعلمت منك كتير جدا. ربنا يخليك، اسعدتني قوي والله. ربنا يسعدك وربنا يبارك فيك يا رب. واياكم يا رب، وكل اللي بيسمعونا يا رب، وكل ما بيسمعوناش والله. كمان والله انا بصي بتعلم من حضرتك كتير. يا سلام، اسعدتني والله، وبقول على الهوا يعني بشكرك. حضرتك مثل الاعلى اللي بتعلم منه كل حاجه. ربنا يخليك والله، اسعدتني قوي قوي انه يعني قصة كفاح جميلة جدا لشاب مصري رائع، يعني يحط الراديو ده في ورشته ويفضل يسمع الراديو وياخد الكلام ويطبقه. ده شهادة للإعلام المصري كله اللي جاي من ماسبيرو. يعني انا بالنسبة لي يوم الاربعاء ده يوم عيد. يا سلام، بشكر حضرتك جدا، وبالنسبة لي والله انا كمان حضرتك. وكل فريق العمل بشكرك جدا والله. بشكر حضرتك والله. وبعدين انا بجد استفدت من حلقه المستفزون. طب الحمد لله، لان انا بصراحه كنت بعاني من كده وكنت بخسر كتير جدا جدا. يعني كنت بخسر تقريبا ناس بتيجي عندي الورشه، وكنت بخسر ناس، كنت بخسر ناس قريبين مني جدا. وتقريبا احيانا يعني المستفز ما بيعرفش ان هو مستفز. طبعا للاسف هو بيحس ان هو عادي في موقف طبيعي. وبيجي بعد كده ما بيقعد مع نفسه بيعتذر. والله يعني اسعدتني وبشكرك. أنا بشكر جدا حضرتك على كل حاجه بتقدمها لنا. انا اللي بشكرك وانا بجد والله. يعني انا بتعلم منك. ده انا اللي بتعلم منك، وكلنا والله بنتبادل خبرات مهمه جدا. ربنا يخليك لينا يا دكتوره، وربنا يا رب يسعدك ويسعدك ويسعد كل مستمعين الشباب الرياضه والاذاعه المصريه كلها. بشكرك جدا جدا، اسعدتنا. عليكم السلام ورحمه الله.